مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حوار صريح جدا. ضيفنا النهاردة هو الفنان الشاب فنان أحمد عبد العزيز. أهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين، ورمضان كريم. الله أكرم. مستعد معنا النهاردة لحوار صريح جدا؟ نحاول. إن شاء الله. أولا، أنت صريح ولا صريح جدا؟ لا أنا صريح. صريح. مش صريح جدا؟ لا مش صريح جدا. وليه مش صريح جدا بقى؟ الصراحة جدا ساعات تعمل مشاكل، يعني خصوصا في الحاجات اللي بتحتمل وجهات نظر. يعني لو انا شفت حد لابس حاجة مثلا ومش عجباني شوية وقلت له، ممكن ازعله. بصراحة ولا بصراحة جدا؟ لا بصراحة جدا. بصراحة. انما صريح. صريح جدا في الامور اللي ما فيهاش وجهة نظر، واللي ما فيهاش مجاملة، والامور الاساسية يعني، والامور المحددة. اسمع، انت مالكش دعوة بحاجة ابدا. سامع كلام الكتب اللي لازق في نافوخك دي؟ ترميه ورا ظهرك عشان تعرف تعيش. بالمناسبة، بيقولوا ان احمد عبد العزيز ما بيعرفش المجاملات وخجله مضيع منه حاجات كتير، كلام ده حقيقي؟ الى حد كبير يعني. انا يبدو ان انا خجول شوي. خجل ده من ايه؟ هو الخجل يعني في احتمال انه يكون ظاهرة مرضية، يعني الخجل هو احجام عن المشاركة وعن الاتصال المباشر والحقيقي قوي مع الناس. انت في حالك؟ الى حد كبير قوي. عن تجربة ولا ده مبدأ؟ لا عن تجربة. يعني الى حد ما كان مبدأ، وبعدين التجارب الكتير اثبتت لي انه لا، يعني يستحسن يكون الواحد في حاله في حاجات. تجربة على وجه التحديد؟ مرة واحد صاحبي زمان بياخد رأيي في جوازه، فانا كان ليا تحفظات يعني على العروسة المرشحة. فبمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، ولأنه صاحبي قوي، حبيت أنصحه وأقول وجهة نظري، وأنه لأ وما تعملش كده، وقلت وجهة نظري فعلا. قلتها بصراحة، بمنتهى الصراحة بقى، قلتها بصراحة جدا. بعد أسبوع كانوا هما الاثنين متجوزين، وهما الاثنين ما بيكلمونيش. من الوسط الفني؟ لا ده كان زمان، يعني أيام ما كنا في الجامعة. وحرمت؟ الى حد كبير جدا، وحصل اكتر من تجربة في مشابهة وفي حاجات تانية، ولساني يخني برضو وصراحتي تخني، واقول لا اصل، وبعدين احاول الم الموضوع بقى عشان ما تعرضش للموقف ده تانية. ما تشغلش بالك، سيبها ماشية زي ما هي ماشية. انت هتنظم الكون، ده ملك منظمه سيده. احمد عبد العزيز كم سنة على الساحة الفنية؟ كممثل محترف 10 سنين. طيب بتقول لي 10 سنين على الساحة الفنية، ليه ما عرفناكش الا في وقت متأخر؟ يعني يمكن على ما خدت فرصتي. انما حتى قبل ال10 سنين دول انا كنت بمارس هواية الفن، يعني كنت بمثل في الجامعة وفي ثانوي واعدادي وابتدائي، يعني طول عمري بمارس هواية الفن. انما يمكن الناس ما عرفتنيش غير من خلال الاحتراف، والاحتراف جه بالنسبة لي من خلال فيلم وداعا بونابرت مع الاستاذ الكبير يوسف شاهين. دي كانت اول فرصة ليك؟ كانت اول فرصة في السينما. ومين اللي اداها لك؟ الاستاذ يوسف شاهين. هو اللي اكتشفك؟ طبعا هو اللي اكتشفني سينمائيا. يعني اتفرج عليا في مسرحية كنا عاملينها في مسرح الطليعة، كانت اخراج الاستاذ سمير العصفوري. وبعد العرض قال لي كويس جدا. انا في اليوم ده كنت تعبان جدا جدا، وكانت بروفا جنرال، يعني بروفا نهائية. فقلت يعني هشتغل بنص الطاقة، يعني لانه كنت تعبان قوي. ففوجئت بيه قاعد بيتفرج، فطبعا حملت الهم جدا، وقعدت بقى اعمل شوية تدريبات للتركيز ويعني للياقة وكده.
المهم بعد العرض قال لي كويس جدا. قلت له والله يا استاذ انا يعني متضايق قوي ان انت جيت النهارده، يعني كان لازم تيجي في يوم تاني لان النهارده انا ما يعني مانيش في طاقتي. وقال لي لا 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 كويس. قلت له لا بس انا زعلان فعلا ان انت جيت النهارده، كان نفسي. قال لي خلاص كويس، ما تبوظش بقى اللي انت عملته يعني. وبعد كده بعت لي في مباشره يعني بعد اسبوعين ثلاثه بعت لي في دور الشيخ بكر في فيلم وداعا بونابرت. وكان الفيلم ده بالنسبة لي يعني نقطة انطلاق في السينما. عملت بعدها مجموعة أفلام زي الطوق والسويرة وعودة مواطن والبدرون وحال التلبس والعصابة ومشيت بقى. يمكن كمان الناس عرفتك أكتر على شاشة التلفزيون. بالتأكيد طبعا، يعني حضرتك عارفة أن التلفزيون يعني وسيلة انتشار سريعة جدا جدا. التلفزيون موجود في كل بيت، إرساله بيوصل يعني كل أنحاء مصر زائد الدول العربية. فالناس عرفتني فعلا بشكل كويس جدا من خلال التلفزيون. بس يعني اسمح لي في حاجة، يعني في فنان مثلا بعد دور أو اتنين تلاقيه زي ما بيقولوا كده يضرب أو يقول لك يطقطق، وفي فنان يفضل شوية قبل ما الناس تقتنع بنجوميته، تفتكر إيه المبرر ورا ده؟ هي يعني اولا كل شيء اسمه نصيب. احنا نستنى النصيب ولا نسعى ليه؟ لا طبعا نسعى يعني، بس هو ما انا كنت هقول لك يعني انه هو سعي كل واحد بيختلف عن التاني. انت بتسعى ازاي؟ انا من النوع اللي افضل انه لما امشي خطوه ما يبقاش في قوه يعني اخرى تقدر ترجعها لي. من النوع اللي احب لما اطلع درجه سلم اطلع على درجه ثابته تحت رجليا، ما تبقاش الدرجه يعني مقلقله ومهزوزه فممكن تاخدني وتقع، لان انا ما استحملش الوقوع. انا يعني من اشد اعداء الفشل، ما بحبش الفشل ابدا، وعشان كده موسوس قوي يعني اختار العمل الفني جدا ودقق فيه جدا، وخصوصا برضو في التلفزيون المصري، لان التلفزيون المصري زي ما قلت لك منتشر جدا طبعا. فانا لو كنت وحش ف 50 60 مليون واحد هيشوفوني وحش، ولو كنت كويس فبرضه ال 50 مليون هيشوفوني كويس. يعني افهم من كده ان مشوارك الفني الطريق كان ليه صعب جدا؟ هو يعني طريق العمل الفني طريق صعب جدا بالنسبه لك عموما، وبالنسبه لي برضه كان صعب. ازاي بقى؟ يعني مثلا انا اتخرجت من معهد الفنون المسرحيه وقعدت 3 سنين في البيت ما بشتغلش خالص. ليه؟ محدش يعرفني، يعني محدش يعرف انه انا ممثل. وكنت يعني زي ما قلت لك اخرجت كام عمل، يعني القله اللي تعرفني من الوسط الفني فاكراني مخرج. وانا من الخجل برضو مانيش قادر اقول طب يا اخوانا ده انا ممثل كمان، فيعني عايز امثل او كده. فبناء عليه قعدت 3 سنين في البيت. الثلاث سنين دول ولاني يعني زي اي بني ادم شاب لسه في بدايه اعتراكه الحياه وفي بدايه دخوله الحياه العمليه، بيبقى مشحون جدا وعنده طاقه وعنده حلم وعايز يحقق نفسه. فالثلاث سنين دول احباط ويعني ممكن يسببوا انهيار. انا لحسن الحظ انه انا يعني فطنت للحكايه دي. بعد الإحباط ولا بعد الانهيار؟ لا ما حصلش بقى إحباط وانهيار، لأن أنا فطنت للحكاية دي من البداية. يعني من الأول قلت أنا لو حطيت المسألة دي في دماغي هتضايقني جدا وهأحبط جدا واكتئب، وأنا مش عايز يعني مش عايز كمان أبقى أنا يعني إنسان محبط يعني. فحاولت أقاومها بكل الطرق. طبعا ما كانش حتى في الثلاث سنين دول ما كانش عندي وقت فاضي أبدا. يعني كنت بشتغل، وأنا خريج كلية تجارة فاشتغلت سنة محاسب، وكنت بخرج مسرح في الجامعة، وكنت بشتغل مسرح في مسرح الطليعة. فأيضا الشغل لهاني شوية عن البداية الحقيقية اللي هي بسرعة. يعني حسيت فعلا أنه لا هو كل شيء وله أوان، يعني لأن بسرعة 3 سنين ما هماش كتير قوي برضو. خدت فرصتي والحمد لله مشيت. يعني
كل اللي تجيبه ربنا كويس. طيب بصفتك بقى مخرج ودارس قواعد وأصول الإخراج، لو في مشهد معين بتعمله وما انتش مقتنع بيه ومحتاج لتلميح منك كمخرج لمخرج العمل، هل هنا بتقوله رأيك ولا بتحتفظ بيه لنفسك؟ لا لازم أقوله، لازم أقوله، بس زي ما انت قلت يعني عجبني التعبير جدا، تلميح، يعني لازم ألمح للمخرج أنه أنا إحساسي بالمشهد كذا. بتلمح له بإيه؟ بالكلام ولا بالعين ولا بإيه؟ كذا حاجة يعني حسب مقتضى الحال، يعني زي ما بيقولوا، حسب مدى يعني تقبله هو. برضو بتفرق من مخرج لمخرج، يعني في مخرج كتير من المخرجين يعني عندهم رحابة صدر ويتقبل ومتفاهمين جدا ويحب الممثل يبقى مرتاح، حتى يقولوا يعني انه لو القعدة دي مش مريحك قول، لو الحركة دي مش مريحك قول، طب الجملة دي انت شايف تقولها ازاي. ففي الحالة دي خطوط الاتصال بيني وبين المخرج ده بتبقى مفتوحة والمسألة مريحة فعلا. لما يكون في ساعات مخرجين يعني ايه يحبوا يمشوا كلامهم، فالواحد عايز كده بالظبط، فالواحد بيلمح له شويه انه انا هقعد هنا، طب انا هعمل كذا، فساعات يحسها ان ده كده احسن، فيقول هتقعد كده، برافو عليك احساسك كويس. وفي مخرجين معقدين شويتين ثلاثه، ما يحبوش حد يقول حاجة، فلو حتى لمحت أو قلت صراحة أنه أنا أعمل كذا أو كده يقول لا أنا عايزها كده، يلا جاي عدل علينا بقى بالظبط. ففي الحالة دي طبعا أنا بضطر أطيع الأمر لأن المخرج هو سيد العمل، وببقى مانش مبسوط قوي، إنما خلاص يعني. والمخرج أحمد عبد العزيز من أي نوع؟ أنا من النوع اللي أحب قوي اخد من الاخرين، يعني هو المخرج تستفيد يعني جدا. المخرج لازم يكون موسوعي، يعني يبقى عنده معرفة موسوعية، ولازم يكون يعني افقه مفتوح قوي علشان يلم كل حاجة ممكن تتقاله. يعني لما كنت بشتغل في الاخراج كنت احب اسال الممثل هو مرتاح كده ولا لا، طب عايز يقول ده ازاي، طب شايف الشخصيه ازاي، طب ايه رايك لو عملنا كذا، دي حاجه وده مهم على فكره جدا. الحاجه الثانيه انه لو قاعد حد بيتفرج على بروفا او بتاع اساله وحشه قوي دي ايه رايك، يقول لي لا والله كويسه، اقول له مش لو جبناها كده تبقى احسن، ولا ايه رايك نعمل ايه، لا انا شايف مش عارف ايه، واخد دايما برضو من المتفرج ايه انطباعاته، ايه رؤيته للي بيحصل، لانه ساعات كتير يبقى في راي ولو بسيط مهم جدا ويفجر للمخرج لحظات إبداع ونقط إبداع مهمة ممكن تبقى غايبة عنه، وكله لصالح العمل طبعا بالتأكيد. انت منك انت مية من تحت تب. وبعدين في حاجة مهمة قوي بالنسبة للمخرج، هي عامة بالنسبة لأي فنان إنما بالنسبة للمخرج أهم، إنه لازم يكون في بداية العمل ما يعرفش هو هيعمل إيه بالظبط. ليه؟ علشان تبقى الرحلة فيها قدر من المجهول، يدور عليه لازم يبقى عنده أسئلة كتير يحطها ويبتدي يجاوب عليها ويشوف هو حيمشي ازاي. يعني في مقولة للشاعر العظيم جبران خليل جبران، بيقول ايه، ان الفن خطوة من المعروف الظاهر الى المجهول الخفي. يعني في مجهول وخفي، حاجة أنا ما أعرفهاش ومش باينة حتى قدامي، وعليا وأنا ماشي في 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 طريق العمل الفني إن أنا أكتشف هذا المجهول الخفي. طب إيه اللي أنت اكتشفته بقى في المجهول الخفي؟ حاجات كتير يعني. زي إيه بقى؟ يعني اكتشفت إن الفن ده جميل قوي ومهم قوي ويعني أساسي جدا في تربية الناس. ولكن إيه؟ ولكن بشرط أن يكون في ظروف ومناخ مناسب. ماله المناخ؟ بصراحة جدا ولا بصراحة بس؟ اللي يعجبك. مناخ جميل قوي. مش مظبوط يعني، في دوشة كتير، دوشة بتلخبط. مين اللي عامل الدوشة؟ محدش معين.
ما فيش حد مسؤول، يعني ما فيش حد مسؤول لوحده عن الأشياء اللي مش لطيفة اللي حصلت في 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 مناخ العمل الفني، إنما في ظرف عام، في مناخ عام خالق حالة من التشتت ومن ال يعني تضيع الوقت ومن عدم الاتصال الحقيقي بين بين الفنانين وبعضهم، وبالتالي بتسبب في النهاية يعني هذا المستوى اللي أقل شوية أو أقل كتير بقى بصراحة من المستوى اللي احنا شفناه واللي احنا تربينا عليه. انت يتكلم يقول ايه؟ شخصية الرجل العائل الرزين المتزن دي طبعا نوعية ادوار بنشوف فيها دايما احمد عبد العزيز، يا ترى هي اللي محصراك ولا انت اللي مش قادر تخرج منها؟ لا، هي لا محصراني ولا انا مش قادر اخرج منها. امال بنشوفها كتير ليه؟ بنشوفها كتير لانه برضو زي ما قلت لك في التلفزيون نتيجة انه جمهوره كبير وعريض، انا بحاول انه يعني جنب العمل الفني وجنب اي قيمة في العمل بحاول يعني اعمل الى حد ما نموذج او مثال او قدوة للشباب، لان احنا بقينا محتاجين شوية للنوع ده من الشخصيات. فعلا النوعية دي بالذات من الشخصيات لأحمد عبد العزيز، هل رجع لطبيعتك وتكوين شخصيتك مثلا؟ ربما إلى حد ما، يعني في أوجه شبه بس مش قوي كده برضو، زائد أنه يعني أنا بلاقي إلى حد كبير قيمة هامشية أقدر أحطها في العمل الفني، يعني أقدر أحط النموذج ده للشباب. بس الناس على فكرة واخدة عنك انطباع انك فعلا جد جدا. لا مش دايما، يعني انا جد في الشغل، جد جدا في الشغل، وما احبش الحال المايل وما احبش قلة الضمير. عشان كده بيقولوا عنك عصبي. انا عصبي جدا في حالة مواجهة قلة الضمير، يعني لما حد يكون بيعمل حاجة وبيعملها من غير ضمير يعصبني جدا. يعني ايه من غير ضمير؟ يعني هو لازم يفرش المفرش ده كده، فانه يجي ويحط المفرش وخلاص يبقى مش مظبوط، لازم يأدي شغله يعني. لا لازم يعني ايه الى حد ما يعني نتقن العمل اللي احنا بنعمله، والحال المايل برضو يعصبني ويضايقني، لان بيصعب عليا نفسي وبيصعب عليا وقتي بيصعب عليا الجهد بيصعب عليا انه نبقى عدد كبير من الناس وكلنا بنعمل حاجة غلط، يعني 20 واحد مخرج ومصورين مفيش نظام، الى جانب النظام كمان مفيش يعني رغبة في العطاء، مفيش التفاني، شغل التفاني اللي توصل عليه. يعني بلاش حتى التفاني، انما على الاقل يعني ما هو لو في تفاني ما كانش هيبقى في المناخ اللي اتكلمنا عنه، يعني انما على الاقل يكون في نوع من الاخلاص في الشغل. يعني فلما بلاقي المساله مش كده فعلا ما بقدرش يعني اتحكم في عصبيتي، ولو انه ابتديت مؤخرا شويه يعني الاقي انه ما فيش داعي احرق دمي قوي. الحياه مش مستاهله يعني؟ لا مش مسألة الحياة مش مستاهلة، مسألة انه يعني احرق دمي بقدر، لان هحرق دمي قوي والحاجة هتتعمل غلط برضو مش هتلاقي نفسك بعد كده. بالظبط كده. طب هل فعلا دي عصبية ولا قلق زيادة؟ لا ممكن الاثنين يعني. والقلق الزيادة هو اللي عامل لك العصبية؟ هو في القلق طبعا، والقلق ده هو اللي بيؤدي للعصبية، يعني العصبية مظهر للقلق وللإحساس بالقلق من جوه. والقلق ده من ايه؟ زي ما قلت لك برضو الفن مسؤولية، يعني انا سمعت كتير جدا يعني عن فنانين كبار زي أم كلثوم مثلا إنها لغاية يعني قريب قوي كانت تبقى قلقانة جدا وخايفة جدا، وممكن أم كلثوم يعني هذه المغنية العملاقة العظيمة ممكن ريقها ينشف من الخوف قبل بداية الحفلة، لأن هي مقدرة المسؤولية اللي هي شايلاها وفي دماغها مليون حاجة وعايزة يعني تحقق
رؤيتها عن الغنوة وأدائها المظبوط والكلمة دي والجملة دي والطلعة دي ففي دماغها كل العمل الفني بيختمر وبيختلج جواها، فلازم يسبب حالة قلق. سيدة أم كلثوم، الفنان بقى أحمد عبد العزيز، ما هو انا اتربيت على كده شويه او حبيت ان هو يكون كده. اتربيت على المسؤوليه بصغرك؟ بالتاكيد. بالتاكيد. اسمح لي اسالك، والدك بيشتغل ايه؟ والدي بيشتغل موظف. والدي كان هو على المعاش حاليا، وكان مدير نقابه الغزل والنسيج. مفيش حد عندكم في التربيه والتعليم؟ الحقيقة أنت مدينا انطباع، يعني هو لازم يكون في ده. لا، ما عندناش حد في التربية. لا والله، كان في عمي ناظر بس الله يرحمه. قعدتش معاه شوية يعني؟ وإيه اللي خلى حضرتك تسألي سؤال زي ده؟ أستاذ أحمد، حضرتك صرحت في مجلة من المجلات وقلت لم أفكر لحظة واحدة في الزواج من الوسط الفني، الكلام ده حقيقي؟ ليه؟ لأن العمل في الوسط الفني عمل مرهق جدا، والفنان وقته مش ملكه. فإذا أنا تزوجت فنانة وقتها مش ملكها، هتقعد مثلا في التصوير 10-12 ساعة، فهيبقى صعب جدا إن أنا أطلب منها كوباية مية، أو لو ما لقيتش كوباية المية هيبقى صعب برضو إن أنا أتعصب أو كده. هي الحياة أكل وشرب وخدمة زوج بس؟ لا يعني، بس هو جرت العادة يعني على انه الست هي اللي بتحضر الاكل في البيت، والست هي اللي بتهتم بشؤون البيت ككل. الراجل احد شؤون البيت يعني، فلازم الست تهتم بيه في البيت. بس في زيجات ناجحة جدا في الوسط الفني. يمكن اللي بيبقى فيه يعني فهم ووعي للحكاية دي، وبيحصل نوع من التوازن. انما يمكن برضو بالنسبة للشباب وفي الظروف اللي احنا عايشينها دي، عايزين نشتغل كتير جدا عشان نقدر نلاحق على الدنيا، فأعتقد تبقى صعبة يعني. طيب ايه المواصفات اللي بتتمناها في شريكة حياتك فعلا؟ المواصفات التقليدية يعني، انها تكون يعني هي كده فعلا، الحمد لله. خلاص اخترت. الف مبروك. الله يبارك فيك. طب انا بس يعني، طب تقول لي بقى المواصفات ايه، وانا هقول لك انا سمعت ايه. يعني اساسا تكون بنت حلال، تكون دمها خفيف، ما تبقاش نكديه وما تبقاش كشره. الكلام ده هتكتشفه على فكره بعد الجواز، يعني مش قبل الجواز. هم بيقولوا كده انه بعد الجواز بتكتشف كل حاجه بتبان يعني الوجه الاخر. بس لا، انا ما اعتقدش. كله بيقول ما اعتقدش دي على فكره. سيبيني ما اعتقدش شويه يعني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ربنا يوفقك في اختيارك، لكن احنا الحقيقه سمعنا ان انت تزوجت فعلا من الوسط الفني. لا، مش من الوسط الفني يعني، ما هياش بعيده برضو عن المجال الفني، لانها خريجه كليه الاعلام، وهي موهوبه في دراستها، فما هياش بعيد عن الوسط الفني. لكن احنا سمعنا اني اتجوزت فنانه من الوسط الفني. انا برضو سمعت الاشاعه دي يعني. يعني هي اشاعه؟ هي اشاعه طبعا. وصلتك طبعا؟ وصلتني وقريتها في الجرايد وكده. كان رد فعلها ايه عليك؟ ضحكت يعني. عادي يعني؟ طبعا. برضو عرفت يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا انه الفنان معرض لاشاعات كتيره قوي، وساعات كنت بعتبر ان الاشاعات دي حقيقيه على اعتبار المثل القائل مفيش دخان من غير نار، وان ممكن تكون كده فعلا. وبعدين اكتشفت انه انا ساعات يلصق بيا اشاعات بعيده كل البعد عن الواقع والحقيقه، وحاجه مختلقه تماما يعني. فخلاص ما بقتش يعني اعير هذا النوع من الاشاعات. هسألك زي ايه يعني. بس لما اسالك على الفنانه اولا، وصلتها الاشاعه زي ما وصلتك؟ وصلتها طبعا. وكان رد فعلها ايه؟ كان رد فعلها لانها كانت يعني صغيره، يمكن ما عندها
عندهاش التجربة بتاعتي اتضايقت شوية وكلمتني في التليفون وقالت لي شفت قالوا ايه ومش عارف ايه. فقلت لها خلاص يعني ما في 20 حديث صحفي ممكن يتعملوا معاكي فهتقولي انه يا اخوانا الكلام ده ما حصلش يعني وانا كمان هعمل كده وخلاص تبقى المسألة منتهية يعني. انا لا يمكن اسمح لنفسي ان انا استمر في المهزلة دي. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وانتي طيبة والله أكرم وكل أسرة حوار صريح جدا طيبة. وبالمناسبة برضو أنا بنتهز الفرصة دي علشان أشكرك وأعبر لك عن إعجابي بالبرنامج وأشكرك أكتر لأنك يعني أتحتي لي الفرصة أنه ألتقي بالجمهور الحبيب في رمضان لأن تعودوا برضو أن أنا كل سنة بقى موجود في رمضان. وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة الجاية سنة أحسن علينا كلنا. سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أسرة البرنامج هتكون في انتظاركم بكرة إن شاء الله مع نجم جديد وحلقة جديدة وإلى اللقاء.